صرخة ودموع التلاميذ الداخليين بالكاف الأحمر بالبيض عبر نوميديا تي في حركت أعلى السلطات بوزارة التربية وبولاية البيض التي تنقل مسؤولها الأول إلى الابتدائية المعنية وأمر بتوسعة عاجلة لمراقد التلاميذ وتحسين وجباتهم. بدلونا القش، بدلونا القطل اللي نرقدوا به، بدلونا الماطلات، عطاونا الدراوات، كل شيء صنعوا لنا، راهم يصنعوا لنا الماكلة ما خصنا حتى شيء. بدلونا المراقد، بدلونا الكاشيات، بدلنا ثاني الماكلة ناكلو مليح. بناء على زيارة السيد الوالي وزيارة السيد مدير التربية وتعليمات وإعطائهم تعليمات، تم تغيير كل ما يوجد بالمراقد، إضافة إلى تغيير تحسين الوجبة الغذائية للتلاميذ، سواء التغيير كان يمس البطانيات، الوسائل، كل ما يتوجد بالمراقد، البنات والذكور. إدارة المدرسة امتثلت للتعليمات وغيرت ما يمكن تغييره. تدخل السيد والي الولاية مباشرة وزار هذه المؤسسة وأعطى تعليمات بحيث يكون هناك توسعة لهذه المراقد ببناء مراقد تتسع إلى 200 تلميذ داخلي، يعني في القريب العاجل. أعطينا تعليمات صارمة للسادة المدير المكلف بتسير هذه المؤسسة بأن يكون الدخول صباحة يوم الأحد على الساعة 8:30، وكذلك الخروج يوم الخميس يكون ابتداء من الساعة 3:00 مساء للسماح لهؤلاء البدو الرحل من اصطحاب أبنائهم معهم. التغييرات والتحسينات مست الجانب المادي، أما عن المتسببين في المعاملة السيئة للتلاميذ فالموضوع مسكوت عنه إلى حد الآن.